لم تكتمل الصورة بعد حيال تشكيل الكتلة الأكبر، رغم إعلان النتائج شبه النهائية. عدم وضوح مسار التحالفات نحو تشكيلها يضع العصا في عجلة الوصول إلى خواتيم المباحثات بين الأطراف السياسية، خواتيم يقابلها انقسامات سياسية تزيد من ضبابية المشهد. القوة التي حصدت مقاعد قليلة والتي تحاول أن تجتمع لتكون كتلة أكبر، أعتقد يعني مخالفة يعني قرارات المحكمة الاتحادية، ولكن بالتأكيد لا يوجد أي وضوح، هناك يعني كثير من التشكيك، كثير من انقسامات. الطريق نحو تشكيل الكتلة الأكبر قد لا يبدو معبدا بالكامل، وارتدادات صدى الانقسامات وصلت إلى الشارع. في محافظة بابل تتصاعد المطالبات نحو حسم الحوارات بين الكتل والإسراع في تشكيل الكتلة الأكبر. نطالب الكتل السياسية بجعل الخلافات جانبية والإسراع بتشكيل الحكومة لتلبية خدمات المواطنين، لأن هسه المواطن عين عليهم ينتظر لحظة لحظة في سبيل أنه يحقق الانتخابات، تريدها تحقق مرادها. ليش المواطن طلع وانتخب وراح اتحمل معاناة الذهاب للمراكز الانتخابية حتى على مود يقدر ينتخب الناس، الأشخاص اللي يمثلونه حقيقة، حتى ينفذون مطالبه؟ هدفنا الوحيد تنتهي الأزمات، التحالفات السياسية بين الأحزاب، الحزب الفلاني قال كذا والحزب الفلاني كذا. احنا كمواطنين وكشعب هي مريت، اريد واحد يجي يخدمنا من اي قومية كان. أما التوقيتات الدستورية فتشير بأن انعقاد مجلس النواب يكون خلال 15 يوما من إعلان مصادقة النتائج، جلسة يتم فيها إعلان الكتلة الأكبر وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. لكن معطيات المشهد من منظار أهالي بابل تشي بتجاوز تلك التوقيتات. إذن ما تزال الضبابية تخيم على مخرجات حراك القوى السياسية بشأن التحالفات والكتلة الأكبر، لكن المطالبات الشعبية ترنو بحسمها سريعا وضمن دائرة التوقيتات الدستورية. من محافظة بابل بدر ركابي، التغيير.